مستمعين أني غني كل الألبوم. نجوى كرم توجه رسالة إلى أصالة، كاظم الساهر وماجد المهندس من كازابلانكا. الشمس الغنية مش لبقلة، لما بيكون إنسان جالس مع عمالقة ما بيخاف. شو هالفرصة الحلوة يلي عطتنا إياها شركة مومنتس إيفنتس لحتى نكون بالمغرب يلي نحن منحبها كتير واللي فترة طويلة انحرمنا من أنه نخوض مهرجاناتها. فبختام مهرجان مومنتس نايت فاستيفل اللي من تنظيم شركة بست مومنتس إيفنتس في كازابلانكا، الجمهور المغربي كان على موعد مع نجوى كرم وماجد المهندس اللي اجتمعوا مع بعض في الكواليس، وكان واضح الحب والاحترام اللي بيجمعهم. رائعة وفنانة كبيرة مشات مجروحة بيها والله، دائما تشرفنا كلنا. الله يحفظك. حلو أنه هذا الحفل أيضا نجاحه انطلق من الإمارات ووصل إلى كازابلانكا. ما في شك أنك أنا كمان لي الشرف أني أكون واقفة على نفس المسرح، خصوصا أنه سابقا جمعتنا لقاءات على مسرح وكانت أكثر من ناجحة. فهالمهرجان ضم أهم نجوم الوطن العربي مثل كاظم الساهر، أصالة، وصولا إلى نجوى كرم وماجد المهندس. والحلو أنه كاميرا إيتي شهدت على العلاقة الوطيدة اللي بتجمع النجوم. اجتمعتي أنت وماجد وأيضا اجتمعتي مع كاظم في الطائرة، فحدثينا عن الحميمية اللي صنع هذا المهرجان في المغرب. لما بيكون إنسان جالس مع عمالقة ما بخاف، لأنه العملقة ما بتجي عبثية، ما بتجي صدفة، بتجي مصحوبة بين الفن والأخلاق والترتيب. لهالسبب حبت نجوى من خلالنا أنها توجه الكلمات لزملائها النجوم. صراحة اليوم كنت عم أقول بيني وبين حالي، كل حدا منا له لقب، واللقب لبقله منه مبهبط عليه، خصوصا لما بيكون على مدار سنين. فالقيصر هو هيك، والأمير البرنس هو هيك، وأصالة هي هيك، وأنا اسمي نجوى كرم. شمس الأغنية العربية، شمس الأغنية، هذا اللقب ماذا يعني أضافت له نجوى، وماذا أضاف له نجوى؟ هو مشكلتي مع اللقب أن يكون عن جد بقدر مثله، وما حدا يقول أنه مين اللي سميها شمس الغنية مش لبقلة، وما حدا منا بحس أنه الألقاب بتبقى له، اللي بيبقى له أعماله اللي بيقدمها للناس. وبالألعاب النارية والأعلام المغربية استقبل الجمهور نجوى كرم اللي من لحظة وصولها والحضور كان عم بيتفاعل معها بكل أغنية قدمتها على المسرح، هالشيء اللي خلى اسمها يتصدر الترند على تويتر بأكثر من بلد عربي. الفانز المقربين متوقعين أني غني كل الألبوم، أما أنا بالنسبة للذاكرة ما بيني وبين الناس لازم وفق ما بين القديم والجديد. بالفعل فنجوى نوعت بها اليوم بالأغاني اللي قدمتهم، وأكيد غنت أشهر أغانيها القديمة مثل خليني شوفك، أنا ما فيي، أما من ألبومها الجديد فغنت كاريزما. ونجوى تألقت بها اليوم بأجولدن دريس وميك أب ركز على إبراز العيون، وللشعر اعتمدت الشعر الطويل الويفي اللي بيّن عليها أنها عم بتحب تعتمده كتير هالفترة. الستايلست اللي هو آفو اختار لي فستان يمكن بلما، ومعي أندري هو اللي بيهتم لي بشعري، نجات اللي هي من بسام فتوح هي اللي بتهتم لي بالميك أب.